مساء الخير عليكم متابعينا على موقع تحيا مصر. معانا الاستاذه فاطمه الزهراء ونيم، عضو النقابه العامه للمحامين ومقرر لجنه المراه وعضو اللجنه الانتخابيه. اهلا بحضرتك استاذه. اهلا بيك. عايزين حضرتك تطمنينا على سر العمليه الانتخابيه النهارده. طبعا هو العمليه الانتخابيه احنا بنعدلها من فتره، من بدايه، من قبل ما نعلن عن فتح باب الترشيح احنا بنعد العمليه الانتخابيه، ودي عمليه في منتهى الصعوبه انك تعديها، من اعداد كشوف، من تنقيه، من لجان، من الارسال للساده المستشارين. ارسلنا الجهتين عشان خاطر يبتدوا يوافونا مين اللي هيوافق انه يجي وظروفه تسمع. تقسيم اللجان طبعا صادفتنا عقبات كثيره جدا، منها طعون اللي كانت مش مخلينا عارفين نعمل ايه، منها المقار الانتخابيه، وان كان احنا من حقنا ان المقار الانتخابيه تبقى داخل المحاكم الا ان رؤساء الاستئناف في المحاكم على مستوى الجمهوريه قالوا لا خارج المحكمه، مع انه دي غرفنا، غرف المحامين يعني. طبعا استاذ مجدي واستاذ كركاوي واستاذ حسين الجمال توجهوا لمقابله وزير العدل لمعرفه اذا ما كان هناك يعني توجيهات من الوزاره. هم قالوا لا ما فيش توجيهات، انما فيما اعتقد ان هناك توجيه خاص بوقف الانتخابات بشكل او باخر. فكان صعوبات فوق الخيال، فاحنا توجهنا بالعكس الاماكن اللي فيها مقر النقابيه، النوادي بتاعتنا، مقرنا الخارجيه. وزي ما انت شايف هنا في نقابه المحامين جمعنا القاهره الجديده وجنوب القاهره وشمال القاهره، يعني جمعنا داخل بس مبنى نقابه المحامين العام ثلاث نقابات، ثلاث نقابات بمنتهى النظام وبمنتهى الحيدية. احنا ما كناش بنخدم على حد، احنا كنا عايزين كل مرشح يجي بأريحية عشان يأدي صوته الانتخابي بشكل مريح. وفرنا اتوبيسات لنقل الناخبين، يعني كل ما تتخيليه من سبل الراحة وفرناه، حتى وفرنا كل ما يخص السادة المستشارين. العملية الانتخابية بتنقل على النت مباشرة للجنة العليا، مفيش وساطة بقى ننقل الصندوق ونحط الصندوق، لا، النتيجة أول بأول في تجميع في لجنة عليا مع كمان إشراف تحت، هي معدة إعداد جيد جدا يعني. يعني أنا شايفة حتى لما جيت وببص لقي كل الناس مرتاحة، مفيش مشاكل، ومفيش مشاكل على مستوى الجمهورية لغاية دلوقتي. هل تأثرت عدد إقبال الناخبين، تأثر باستبعاد بعض المرشحين ولا الإقبال عادي؟ لا ما افتكرش، أصل اللي عايز ينزل ينتخب ده بينزل لوحده، دي بإرادة، على اعتبار إنه عادي. يعني كان الشريحة الأكبر بتقول هدي لفلان وهدي لفلان. لا ده كلام، ده كلام. المحامي اللي عايز ينتخب بينزل ينتخب، المحامي مش عايز ينتخب ما بينتخبش. ضيفي عليه انه شهر 9 برضه دي نهايه المصايف ودخول مدارس، وبرضه في بعض الساده المحامين عندهم قضايا الجنائي بالذات، تجديد حبس خصوصا الاجازه القضائيه لسه وفي مننا كتير عندهم شغل في المحاكم. يعني انا برضو على اخر يوم هنزل اقول صوتي الانتخابي في جنوب، لان انا من جنوب. يعني حتى لما وضعوا الخطه انهم يخلوا جنوب في المعادي انا اعترضت اعتراض شديد جدا وقلبت الدنيا وقلت لزمايلي، وجت جنوب في مقرات طبيعي. هنا كنا بننتخب قبل كده في زينهم وباب الخلق وكده، بس لما نروح المعادي الطريق زحمه، الكورنيش زحمه، عندي قطاعات حكوميه كتير مش هتروح، فجبنا هنا وعملنا في الجراج. يعني بصي كل حاجه كانت عقبه كانت بتحصل كنا بنذللها، راحه تلل المحامي.
عشان اللي يجي يشوف هتقولي في تأثير، اقول لك اللي يمكن الكميات كانت تبقى اكتر لان بيبقى في مجلس ونقيب. المره دي مفيش مجلس وبس التصويت على النقيب، انما طبعا مريدي الاعضاء اللي عايزينه كانوا بيجوا. فافرضي من اللي ما من الناس مفيش حد من الاعضاء دي مثلا، فعايز يدي نقيب على انسانيتي مش عايز، وان كان النصاب اجتمع من بدري، النصاب اكتمل من بدري، ده دليل على الاقبال، يعني ده دليل ان عميد حارس دي ومحصلش اي توجيه للناخبين انتخبوا مين على من لجنه الانتخابات المشرفه وانا منهم او من الساده الزملاء. انا كمقرره لجنه مرأة قلت لكل المحاميات انتخبوا اللي انتوا عايزينه عشان نكسر حته التوجيه، التوجيه غير مطلوب. في اراده للمحامين، في اراده للمحامين ولازم يمارسوها ولازم يمارسوا حريه الاختيار. بشكر حضرتك جدا. شكرا.